قال مسعفون فلسطينيون إن غارات إسرائيلية قتلت 19 شخصا على الأقل وسط القطاع وجنوبه، من بينهم شرطيان كانا يساعدان في حماية توصيل المساعدات الإنسانية في مدينة رفح، وسقط 17 من الضحايا في غارات جوية منفصلة على مخيمي أو البريج والمغازي للاجئين ومدينة دير البلح، فيما أكد السكان أنه بحلول وقت متأخر من اليوم كانت الدبابات تقصف منطقة تقع شرق مخيم النصيرات. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 9 جنود، 2 منهم في حالة خطيرة جراء انفجار ذخائر بقاعدة جنوب إسرائيل. وأكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجيش نقل جميع الجرحى إلى المستشفى، مبرزة أنه يحقق في الحادث. للمزيد معنا الآن مباشرة عبر الهاتف من غزة مراسلنا محمد بعلوشة. أهلا بك محمد. إذن في البداية، على ما يبدو مخيمات البريج والمغازي والنصيرات هنا ودير البلح شهدت عدة غارات في الساعات الأخيرة، فماذا في التفاصيل؟ بالفعل يعني المنطقة الوسطى رامي تعرضت لعدة استهدافات منذ فجر أمس، بالإضافة لتوغل إسرائيلي على وقع قصف المدفعي لمخيم البريج، مخيم المغازي، النصيرات بدرجة أقل والزوايدة. هذه المناطق التي يعني لجأ إليها المواطنون بعد أن ذهبوا ونزحوا مرة أخرى من محافظة رفح، أتتهم وباغتتهم الآلية العسكرية الإسرائيلية منذ مساء أمس حتى هذه اللحظة، ما يقرب من 80 ضحية، بالإضافة لوجود العشرات وفق مصادر طبية من الجثث الشهداء التي تتواجد في شوارع المخيمات، خاصة مخيم المغازي والبريج في المناطق الشرقية التي كانت عرضة لهذه الاستهدافات، بالإضافة لأن الطيران أيضا الحربي الإسرائيلي استهدف بأكثر من غارة منطقة النصيرات، خاصة في منطقة أبراج النصيرات، وأيضا بالإضافة لاستمرار القصف المدفعي من قبل والرشاشات النارية من قبل البحرية الإسرائيلية. جميع المكونات رامي تشارك في هذه الهجمة الكبيرة التي لربما جاءت المنطقة الوسطى منذ فترة طويلة لم يتم اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي، ولربما يعني المنطقة الوسطى اكتسبت خصوصية مع وجود موقع نتسريم العسكري الإسرائيلي، وبالتالي الجيش الإسرائيلي لطالما منذ بدء إنشاء هذا الموقع يقوم بعمليات توغل سواء من الناحية الجنوبية أي شمال النصيرات، شمال المحافظة الوسطى، أو جنوب مدينة غزة أي شمال موقع نتسريم، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة متوترة على الدوام، بالإضافة لقيام الفصائل الفلسطينية كما تقول في بياناتها باستهدافات إما للأليات العسكرية أو بقذائف الهون هذا الموقع. المنطقة الأخرى رامي رفح هي أقل درجة، ولكن كثافة النيران لازالت متواصلة فيها من ناحية استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي، وإن كان تقدم ببطء نحو الأحياء الغربية، نتحدث هنا تحديدا الحي الياباني، الحي السعودي، منطقة البركسات ومخازن اليوندبي. هذه المنطقة إذا ما وصلها الجيش الإسرائيلي يكون قد سيطر عمليا على كامل محافظة رفح. واضح، شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من غزة عبر الهاتف مراسلنا محمد بعلوشة.